صحيفة إسبانية تكشف حقائق جديدة حول الفيديو المفبرك للملك محمد السادس في باريس. كشفت صحيفة الإسبانيول حقائق جديدة حول المقطع المصور القصير الذي فبركته جهات معادية للمغرب قصد الإساءة للملك محمد السادس. وشددت الصحيفة الإسبانية في مقال لها في الموضوع اليوم الخميس أن خليل محمد عبد العزيز نجل الأمين العام السابق لجبهة البوليزاريو الانفصالية وأحد مؤسسيها أول من قام بنشر المقطع المصور الذي لا يتعدى بضع ثواني على صفحته الخاصة بموقع تويتر. وأوضحت أن خليل محمد عبد العزيز الذي يوجد في منفى قصري بعد أن اعتبر نفسه الرئيس الشرعي لجبهة البوليزاريو عقب وفاة والده محمد عبد العزيز المراكشي قام بنشر المقطع مرفوقا بتعليق يزعم فيه أن الملكة في باريس رفقة الإخوة أبو زعيتر قبل أن تتلفق مواقع وصفحات مقربة من الجزائر وصنعت البوليزاريو الفيديو والتعليق المرفق به وتقوم بنشره على نطاق واسع.